في امريكان ود بلادي فور هادي مش ميتافور وين يروح يجيب الباي ويطلع سكور كيما الارض البور جاملت ولد فلاحة مدها تول بلاحة سيري غرس لك تفاحة حيو ناس الغربة من العاصمة للكويز من إليزي لبروكلين من ورن حتى البكين ونسي البيك وبيكي معنا في المسلسل رمضان في امريكان بالضحك غادي تقبل شحبان خويا شرصاري كيما شرصاري اكتشف الغشيره مي قرعوا في الروميه مازال ما جاتش هذه وراهي هذه الروميه ما غاديش تجي راها مريضه وهذا وقت يمرضوا فيه الناس هيا خبرني كي غادي نقول لهم انا هذا الغش ايه ما على باليش دبر راسك كيف غادي ندبر راسي انا شكاين شعبان كاين غير انت اللي تسلكني خير ان شاء الله انت ولد بلادي ما نشفكش مرتي مسكينه راها مريضه رمضان هيا خلينا من بصر الحم والديك انا نتاع نطيب ونسيق انا هيا خلينا منها شوف شعبان ما تخممش كيما هكا ما غادي لا تغسل لا تسيق لا تمرمط صح شعبان مليون راك دكتور فيتيرينار Ladies and gentlemen اسمعوا احترموا العشانة فهمتوا ولا والدخلة بالواحد لهاك لهاك اسمع انت بركة ما غادي فايو فين في الكولوار وتوقف لي عند الباب راك تهرب لي المشتريه صاحبي امنت وقيله باللي انت دكتور تاع بصح اسمع سي انت شعبان خو بلاحة انا نعرفك غايه ولد حومتي شعبان خو بلاحه اما ني نقول لك واحد الكلمه شوف على واحد يقابل لك لاكلينيك وهذا مكان شعبان انا توحشت ريحه البلاد مالك داير كيما هكا ها غير بغيت نتنظم معاك ما كاش اللي يزعق معاك مالك داير كيما ها كلشي دير هكا ها مالك This is boxing news. I'm Melissa Maliza. We begin with a very unconventional boxing fight. First, the legend, the great boxer, Kike Chaitin. Mike Tyson. Okay, Mike Tyson. And now on to his adversary from Africa, the Algerian Layed Play. Did I say that right? Is it Layed? Layed Play. Laid play. Laid play. سيداتي أوانسي سادتي مباشرة من أزقة مدينة مينيابوليس أو سامبول بمدينة مينيزوتا بالولايات المتحدة الأمريكية معنا على حسب ما أرى الملاكم شيطان فلاي الذي هو أو يتدرب في أزقة وفي الطبيعة الخضراء والعصافير تزقزق والملعب معشوشب والحياة جميلة مباشرة معكم سيداتي ونسي سادتي إذن What I think is I'm gonna fight Laid Play and I'm gonna destroy Laid Play I'm coming for you, you heard me سيدتي سادتي أعتذر على هذا الانقطاع لأنه لا يعرف الكلام باللغة العربية إذن سيدتي أو سادتي إذن هل تعلمون بأن
المبارزة التي ستقام مباشرة يوم غد بإذن الله على مكان غير معين أو غير معنون. إذن وشيطان فلاي والعيد بلاي سيقومان بمبارزة مهمة، علما أن العيد بلاي هو مبارز إفريقي ذا سمعة كبيرة. You know, they tell me Layden knows better than me. Well, these two fists right here, they're gonna teach him a valuable lesson. I'm gonna come 100 kilometers right to your face. سيداتي سادتي، حسب ما يقول أن هذين المعصمين سيبرزان وسيعرفان العيد فلاي مدى السرعة اللازمة في طريق شرق غرب من مدينة تيرمزان إلى عنابة أو إلى ما شابه ذلك. إلى سيداتي سادتي، آخر سؤال سيدي شيطان، ماذا تقول عن المكان الذي ستقام به المباراة؟ أين هو بدون عنوان، أي مبهم، أي علامة استفهام كبيرة، ولدى الرأي العام يبد أن يعلم بذلك، ماذا تقول عن ذلك سيدي شيطان؟ I don't care where he is, I'm gonna find him and I'm gonna destroy him with my bare hands. You heard me? That's straight from the heart. إذن وشد روحك يا العيد بلاي، وشكرا لك سيدي. Are you telling me your Laid play? إيه وأنا شكون هنا العيد إيه؟ أنا كريد نو تاريدي أنا؟ روح عفني، روح أنا نقول لك، روح عفني. الواحد من الصباح وراه يتبونش لهنا وزيد أنت تقلقوا، وما على بالكش باللي راني نشرب القهوة بلا سكر، وما تقلقليش بزاف، هيا روح عفني. خي تيكري، سبحان الله. الواحد كان في عقله ولا في عقل الناس؟ سبحان الله. نعم، حيا او ميتا. مالك شرك دير في عمرك، شرك دير في حالتك؟ وين كنت من الصباح؟ انت مراكش نورمال. ها وين بغيتيني يكون يا مرا؟ ها كنت نخدم من الصباح وانا نخدم. ساعه قولي لي، كاش ما راكي مطيبت لنا حاجه بنينه ولا؟ انا نطيب لك، راك مريض لايد دب راسك. ها صح، هذوك نشوف مع العيد، كاش ما راك مطيب لنا حاجه مليحه. اليوم داير حمص بباذنجان، ما عندي ما نقولك، تاكل صباعك وراه. الله يعطيك الصحة. اسمع سربينا، خلينا نفطروا بالخف باش نروحوا للونترينمون. هايلك لك تريني خويا. خليني عافيني، خليني في الكوزينة راني هايل. اليوم نقول لك جا الباب هذاك الشيطان، ولا شيطان شيطان دار حالة لهنا في الباب. دابسته؟ لكون دابسته اليوم تاكل طعام جناستي. عافيني عافيني من هذا اللونترينمون، خليني راني في الكوزينة هايل. بغيت باسيني وكنت فيق بين الروميه، كي صرانا ها؟ واش راكم تقولوا بيناتكم؟ لا لا، غير قلت له باللي الدنجال بالحمص بنين بنين، تاع مرتي خير من تاعه. اونترينمون، سكت روحك.
free. على على عيتني على عركتني يا ابن عمي عركتني. وشعبان واخويا واه دكتور شعبان راك في لاكلينيك صحة دكتور شعبان صحة نبدل قشي ونجي صحيت خويا ما نسالكش خيرك صحيت خويا هذا سي رمضان منا شعبان ومنا العيد راهم في ماريكان رمضان كلاس يبغي كاش المعيشه ميزان والرومية حكمت فيه تلقاك السجان شعبان مشطون بحب كريسي بنت الشان مقلب الفيسي عشاق بجنون كي دون جوان العيد من بعيد يلعب بيك يحفر لك غيران وستاد في الخروة ضايتين كي سبايدر مان هاد المسلسل بليك يحرير الزمان مع خوتك الفنانين يتلف الديوان قصة مهبولة تهني الخاطر وتروي العطشان طلع لينا كل يوم في نفس المكان